تعرف ان ايدك ممكن تكون سبب في وفاة شخص بدون ما تقصد وبدون ما تحس؟ اكتر من 420 الف حالة وفاة بتحصل سنويا بسبب تلوث الغذاء، وتلتهم اطفال اقل من 5 سنين. اسباب كتير قوي بتؤدي لتلوث الغذاء، زي تحضير الطعام في اماكن غير صالحه لتحضير الاغذيه، تخزين الطعام في درجه الحراره الخطره، او عدم طهي الطعام بطرق طهي جيده، وطبعا النظافه الشخصيه. عدم اهتمامك بنظافتك الشخصيه جوه مطبخك كارثه كبيره. ايدك اللي انت بتطبخ بيها دي رايحه جوه بطن زبونك، وممكن لا قدر الله تكون سبب في وفاته من غير ما تحس. ومؤخرا بلديه دبي اطلقت مبادره مليون صوت من اجل سلامه الغذاء، وده كان تحت شعار أنا ألتزم بسلامة الغذاء، وده كان خلال الدورة 16 لمؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية اللي كان يوم 1 نوفمبر. علشان كده يلا بينا نتعاهد قبل نهاية 2022 إننا نلتزم بالحفاظ على سلامة الأغذية جوه مطابخنا في كل مكان. وسايب لكم لينك المبادرة في البايو والوصف. شكرا لمتابعتكم، أنا يونس ودي عيادة المطاعم.